تتوالى الأزمات الاقتصادية في العراق بتواليها في العالم، وآخرها أزمة ارتفاع الدولار مقابل الدينار والتي امتدت إلى العام الجديد. لا بوادر حقيقية تلوح في الأفق لحل هذه الأزمة، والأسعار في السوق العراقية تغلي بسبب ارتفاعها. مصادر الاقتصاد العراقي محدودة، يعتمد بالدرجة الأولى على تصدير النفط. هذا الاقتصاد الراعي يتأثر بأبسط المتغيرات الإقليمية، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسط غياب الحلول الرئيسة لتعدد مصادر الدخل للخزينة العامة. الواقع الاقتصادي واقع مرير يشهده نتيجة التخبط السياسي من جهة، ونتيجة عدم وجود عقلية استراتيجية سياسية تدير الملف الاقتصادي. كان بالإمكان أن يكون العراق بلد لديه بدائل أخرى، بل أقوى حتى من النفط. لدينا زراعة بأرض خصبة بنهرين عظيمين، ولدينا بحدود 50,000 معمل معطل وليس بعاطل. حينما تنخفض أسعار النفط تواجه الدولة العراقية أزمات، منها مالية ومن اقتصادية، مما يكون هناك مشاكل على المستوى حتى الاجتماعي والأسري. يتوجب على القوى السياسية العراقية أن تعتمد على الزراعة، لأن العراق هو معروف تاريخيا بلد زراعي. الصناعة المحلية انعدمت بعد غلق أغلب المصانع العراقية الكبيرة والاعتماد على المستورد. هذه العوامل تسبب في غياب الصناعة المحلية التي تعتبر رافدا مهما للموازنات العامة، وكذلك زيادة نسبة البطالة. الآن نعتمد على الاستيراد، والاستيراد هو حقيقة متعب، لأنه بضريبة وبتفاصيل هواية، حوالات وكذا. لكن احنا نأمل بالحكومات القادمة ان شاء الله تنظر بهذا الموضوع وتحاول انه تعيد المصانع مرة اخرى. مأساتنا احنا قوية حيل حقيقة، وانت تقولين ما نطالب، يا الما نحكي لعد، احنا الما نشكو همنا مثلا، اشكي همي اليش بيدش حل؟ اعوف الناس اذا بيدش حل حقيقة، والله ما بيدش حل، هو الحل بيدهم هم. بالنسبة لنا ما عدنا زراعة، الحكومة مالتنا ما تدعم القطاع الزراعي عدنا، ماكو نظام، ماكو شغل، ماكو متابعة، الدولار صعد، هو هاي اقتصاد البلد، هو العد شنو اقتصاد البلد، منين يجي؟ اني وانت والحكومه نقوم اقتصاد بلدنا. المحاولات الحكوميه مستمره لخلق بيئه استثماريه للشركات العالميه الكبرى لغرض انعاش الاقتصاد العراقي، خطوه لم تنجز حتى الان بسبب التحديات الامنيه الداخليه التي تقف عائقا امام النمو الاقتصادي. من بغداد، هبه التميمي، هنا القاهره عاصمه الخبر.